صلوا على رسول الله. العروض الرهيبة مع أخوكم أبو خليفة، واليوم في دزنابي للتجارة في عجمان شارع بيروت شارع المصانع، خصومات رهيبة وماركات عالمية بأسعار التصفية من تاريخ 28/7 وحتى نفاذ الكمية، وإلحق ما تلحق. وصل حديثا في دزنابي للتجارة أحذية الماركات العالمية وعليها تصفية رهيبة، الأسعار كانت 300 و400 و500 و200، اليوم أي حذاء من هذه اللي تشوفها قدامك ب 55 درهم. شوف الكميات ما شاء الله، رجالي نسائي كبار صغار، وكلها براندات معروفة للعلم، كلها براندات معروفة. 55 درهم للحب الوحدة، هذا حق كرة القدم، ريشة ما شاء الله خفيف. حق على الكميات والقياسات صراحة ما تتفوت، 55 درهم بلاش. أنا نفس هذا اشترينا ب 350 واليوم كم؟ ب 55. واشتريت هذا أيضا، أنا أحب اللون العشبي، واشتريت هذا حق الرياضة. الحب فيهم ب 55 درهم، أي مكان تكون الحق على الكميات. اسم الأحذية النسائية، أي حذاء تبينه موجود وبأسعار صراحة أرخص من المصنع، 22 درهم. هذا الفخم ب 22 درهم، وكل الكمية اللي تشوفينها حق جميع المناسبات، والقياسات متوفرة والموديلات متوفرة والطبي موجود. أي قطعة فيهم ب 22 درهم، تصفية على كل الأحذية النسائية وكميات هائلة موجودة ما شاء الله تبارك الله. شوفوا الأنواع، شوفوا الموديلات، شوفوا الأشكال، كعب بدون كعب، طبي غير مسطح، كل الأنواع ب 22 درهم الحب الوحدة. حلو ولا مو بحلو؟ تاخذينه ولا ما تاخذينه؟ فخم صراحة. هذا القسم عجيب، قسم العناية بالشعر والعناية بالبشرة الرجالي والنسائي، وكلها براندات أصلية، حتى نفاذ الكمية مسوين عليها تصفية خطيرة جدا، 75%. يعني شوف هذا الشامبو كان على 100 اليوم تاخذه ب 25، هذا على 40 اليوم تاخذه ب 10 دراهم. كل الكمية هذه عليها تصفية حتى نفاذ الكمية. مانيكير براندات معروفة، كل 3 حبات ب 10 دراهم بس. المكياج النسائي أيضا بضاعة جديدة وصلت وأسعار جميلة، الحب ب 8 دراهم، كل 10 حبات ب 50 درهم. مكياج براندات معروفة وتصفية رهيبة جدا، تنباع أسعار خيالية برا، تعال هني خذ ببلاش. هني القسم هذا الحبة ب 5 دراهم بس، تاخذ 10 حبات ب 37 درهم. تعال شوف، تشم العطر ما تشمه؟ أنا أبغيك تي دزنابي وشم هذا العطر، هذه ينباع على 90، اليوم مسوين على تصفية على 15 درهم الحبة، وفي منه عدة روايح. الحبة ب 15 بس تاخذ 5 حبات ب 50 درهم. براندات معروفة وشغل جميل، هذا اللي يزيل الميك اب، وهذا كريم الليل، وهذا كريم النهار، وهذا كريم الضحى، وكريم الدوام، والحبة ب 15، وكل 5 حبات ب 50 درهم. هذا سبراي وهذا عطر، ريحة طيبة جدا وسعر طيب، كل حبتين روايح مختلفة ب 20 درهم. 3 باكيتات تاخذ ب 50 درهم بس. الأكثر مبيعا في دزنابي الحريم ما شاء الله هجوم عليه، كل وحدة تاخذ لها 20-30 حبة من هذا. والسعر كم؟ ب 18، ينباع مبالغ خيالية برا. صابون دوف غسول الجسم و 48 حبة فازلين، والسعر كم؟ ب 21 درهم. تعال شوفوا هني براند للعلماء، غسول الجسم وغسول الأيدي، كل حبتين 10 دراهم بس. هذا من الألعاب الأكثر مبيعا لأن أسعارهم فوق ال 200 برا، وهني كم؟ ب 42 درهم بس وشامل الضريبة. هذا المكياج كامل، تخيلوا هذه الكمية كلها، شوفوا أصور لكم كاملة بنص السعر، براند إيطالي أصلي 100%. الحقوا قبل الكميات ما تخلص، ما شاء الله الناس تخم منها. قسم العطور الماركات العالمية أصلي للعلم، ها خصم 30% على كل العطور. شوف ماركت بوس كلها بوس، كل الماركات موجودة ما شاء الله. طابق اللي فوق أول شيء أعطيك هذا، شتاء قريب، شوف ما شاء الله حق الأولاد، خصم 30% على كل الملابس اللي موجودة. شوف براندات للعلم، أولاد بنات على 55 أول شيء، الحين تأخذهم كم؟ ب 38 درهم. تعال شوف بجامات قطعتين مع بعض، أول كم؟ ب 25، اليوم تأخذهم 30% تقريبا 18 درهم. شوف الأنواع، شوف الموديلات، شوف شحالاتها أصلية 100%. فستان حق البنوتات الصغار خصم 30%، والرخيص الملابس على 15-20-30 بس، هذه الأسعار، أغلب الأسعار كذي في حدود العشرين والثلاثين. شوف الكميات ما شاء الله، شوف البناطلين، شوف شورت هذا أصلي، شوف الخامة ما شاء الله ببلاش، شوف شحالاته 36 درهم وخصم 30%
والحساب عندك. انواع واشكال البناطلين، بناطلين ايضا هني عندنا الجنز، عندنا القطن، عندنا الموديلات الحلوه والرهيبه والخام الطيبه وباسعار رخيصه جدا جدا يا جماعه. شوفوا ما شاء الله، شوف شوف الخامه، شوف شحلاته، شوف. وسعر بلاش، سعر كم؟ 23 درهم وخصم 30% خصم. شوف شوف البنطلون النسائي، شوف شحلاته وكم سعره، 36 درهم وخصم 30% ايضا على كل الكميه هذه. هذا القسم قسم الملابس الشتويه استعدادا للشتاء. شوف ما شاء الله كله صوف صوف صوف، شوف شحلاتها، تخيل هاي ب 42 درهم وخصم 30%. ايضا هذه نسائيه جميله جدا ب 42 درهم، كل هذا شتوي للاولاد للكبار للصغار، كل ما تحتاجه موجود هني، رخيص جدا وفوق الرخص في خصم 30%. مثلا هذا القميص رهيب جدا 84 درهم بس ما شاء الله صدق انه فخم وخصم 30% عليه، فخم صراحه فخم من الاخر، سعره فوق 600 درهم اليوم ب 280 وخصم 30%. شوف شحلاته ما شاء الله، وقطن وناعم وبراند اصلي. لحظه الوردي ايضا عندنا، خلينا نكشخه ونعدله، شوف شحلاته ايضا الوردي، هذا كم سعره الاصلي؟ 600 واليوم كم؟ ب 280 درهم وخصم 30%. ايضا عندنا هذا اطول شوي وفي منه الوان، هذا اللون ايضا عندنا، شوف ما شاء الله اسعار ببلاش وفوق البلاش في خصم 30%. في دزنابي مجرد ما تيهنا قسم الجاكيتات تشعر بالدفء، تبي تسافر وبردان وكذا وتبغي جاكيتات، تبي تهدي حد جاكيت، شوف ايش حالاته، 70 درهم الحين بعد الخصم، 50 درهم بعد الخصم، وكميات واشكال والوان على كيف كيفك، ما شاء الله كميات هائله وكلها برندات اصليه للعلم، ها كل برندات اصليه وكلها رخيصه وفوق الرخص في 30% خصم. وتصفيه على النظارات، النظارات الشمسيه وايضا النظارات الطبيه، كانت تنباع مبالغ خياليه، اليوم سووا عليها تصفيه على كل النظارات ب 42 درهم الحبه الوحده. شوف النظاره اللي لابسها ب 42 درهم بس.